لك شنو صار عشان يستفيدوا الناس باليوتيوب كثرة شنو؟ إن يوم 16 وفيات واربعة الصبح ودوهم قانون ودوهم على بنغلاديش يبقى 20 اليوم. لا قصدك الاحياء ولا الاموات ابو صلاح؟ اموات. كثره المواليد ولا كثره يا شيخ المتوفين؟ اي مقابلهم شنو كثره مواليد؟ انت في دوله، انت بيكون في بلدكم كل يوم وفاه وفيات. بلدكم القريه بتاعتكم فيها وفيات يوميا. يوميا في اخوك هو اللي بيقول لك يوميا في نفس الوفاه. هي دوله عاوز منها 16 20 دوله بالتالي تبقى كثير يعني. بس فعلا 50 واحد سبحان الثاني 100 واحد احمد والجهراوي 100. طب ما هو شوف المواليد كام؟ ما قابلتها كل ثانيه في مولود بتولد كل ثانيه. شو كاتب بس انه اهم شيء كم في هذا كورونا؟ لا هنا مش كل ثانيه في مصر ليش؟ هنا ممكن كل 50 ثانيه كل دقيقه عليها كل ساعه يا تعيط اعتبر كل دقيقه كل نص ساعه كثير كل ساعة أصلها ليها حلقة معينة. المسألة دي متعلقة إذا جاء أجلهم لا يستحقون ساعة ولا يستحقون متوالية متعلقة بأمر الله سبحانه وتعالى متعلقاش يعني التذكرة بتاعتك قطعت خلاص تنزل قاعد معاي يمشي بس ما في والله انتهت ما فيش ارجع لعبة صالح أنا أختي توي صلى خمس أيام والله أنا بعظم الله أجركم وديناها المستشفى الساعة 4:30 ما في شيء. لا صحيح. أنا آخر واحد طالب عندنا. يا رب. 10,000. شفت هجدي.